السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أخوكم أحمد معتز بالله الكامل. إن شاء الله النهاردة هنتكلم عن موضوع جديد هو Separable Equation. طبعا قبل ما نبدأ نتكلم عن Separable Equation عايز أفرق بين حاجتين مهمين، الأوردر والديجري. الأوردر معناها الرتبة والديجري معناها الدرجة. الأوردر الرتبة دي معناها بالبلدي كده لو أنت عايز تفهم حاجة معناها تبقى واي في داش المشتقة الأولى للواي، ولا المشتقة التانية، ولا المشتقة التالتة. تمام، دي الأوردر. الديجري الدرجة بتبقى معناها واي بس، ولا واي سكوير، ولا واي أس تلاتة. ده الفرق بين الأوردر والديجري لأن هنحتاجه قدام. تمام، نبدأ إن شاء الله في السيبرابل إيكويشن. طبعا أنا عايز أعرفك قبل ما نبدأ إن السيبرابل إيكويشن عبارة عن واي داش مشتقة الأولى، تمام، ويبقى معاك في الدالة بتاعتك إكس، معاك الدالة في إكس بس وخلاص. هي الشكل العام ليها بتبقى دي في واي، دي واي على دي اكس بتساوي دالتين مضروبين في بعض، دالة الاكس اللي هي جي اكس في دالة واي في اف اوف واي مثلا، ماشي، دول الدالتين بتوعك. احنا عايزين نحولهم بدل ما هم مضروبين في بعض يبقى مقسومين على بعض، بحيث نودي الواي هناك ونسيب الاكس هنا، يعني الواي في جنب والاكس في جنب. هتعمل ايه؟ بقول لك عندك دالة اسمها اتش اوف واي، اهي اتش اوف واي بتساوي واحد على اف اوف واي، ماشي، ما علينا. بقول لك هيبقى دي واي على دي اكس عوض بتساوي جي اوف اكس على اتش اوف واي. ودي طرفين في وسطين هيطلع لك ايه؟ هيطلع لك اتش واي دي واي، طبعا دي اتش واي، ماشي، هيطلع لك اتش واي دي واي بتساوي دي اكس جي اكس. ده شكل عام ليها، طبعا كل حاجه من قوسين. تعال ناخد مثال او عشان نعرف هتحل الطريقه بتاعتها ازاي. طبعا الطريقه بتاعتها عباره عن انت بتودي الواي في جنب زي كده، اللي هي في الاخر تبقى كده الواي في جنب والاكس في جنب، عشان هتاخد التكامل الطرفين وتحاول تطلع الواي لوحدها في جنب، ماشي. طبعا انت هتعطيك واي مشتقة اولى هنا، واي مشتقة اولى، فانت لما تجيب لها تكامل هترجع الواي الاساسية. تعال ناخد مثال ونشوف. بقول لك دي واي، طبعا مثال اكزامبل اهو، بقول لك دي واي على دي اكس بتساوي 6 اكس تربيع، 6 اكس تربيع على 2 واي كوزين زائد كوزين واي. طبعا قبل ما نبدأ احنا عايزين نجيب الاكس في طرف والواي في طرف. هتعمل ايه؟ طبعا ده زي المثال اللي قدامك ده اهو، دي واي على دي اكس بتساوي دالة الاكس على دالة الواي. هنحاول نودي الواي في طرف لوحديها والاكس في طرف لوحديها، يبقى نضرب طرفين في وسطين يطلع لك 2 واي زائد كوزين واي. طبعا دي كل دول في دي اوف اكس، طبعا في الاخر مبيبقاش ليها لازمة، بتساوي دي فاي، ماشي، دي فاي بتساوي 6 اكس تربيع دي اوف اكس. تمام لحدنا؟ تمام اهو، كل ده مضروب في دي اوف واي ودي مضروبه في دي اوف اكس. عايزين نجيب تكامل الطرفين. طبعا هنيجي نجيب تكامل، هنحط علامه التكامل بتاعتنا، علامه الانتجريشن، ل 2 واي زائد كوزين واي، طبعا ده دي واي بتساوي تكامل، طبعا تكامل الطرفين 6 اكس تربيع دي اكس. تعال نجيب التكامل، تكامل الاتنين واي، طبعا التكامل بتاع الواي طبعا دي زي دالة في مشقتها، فانت هتزود على الباور واحد بس وخلاص، ماشي، يبقى تقسم على الباور الجديد اللي هي زود هنا واحد يبقى تربيع، تقسم على الاتنين، طبعا الاتنين تروح مع الاتنين يفضلك كام؟ واي تربيع، واي تربيع زائد كوزين، كوزين واي مشتقة الكوزين اللي هو التكامل بتاع الكوزين ساين. ارجع درس الانتجريشن هتلاقي في القوانين ان قوانين التفاضل عكس قوانين التكامل، ماشي، هيبقى ساين واي بتساوي تكامل 6 اكس تربيع، عندك هيبقى 2 اكس تكعيب. هتقول لي ازاي؟ اهو زود على باور واحد بقى 3 واقسم على الباور الجديد اهو بقى 3، دي بقى تبقى 3، تمام، على 3 6 على 3 فيها الاتنين ودي هتروح يفضل لك 2 اكس تكعيب، ماشي، اصبح عندك كده ده اللي طالع في الاخر. فده بما ان الواي اصبحت في طرف والاكس اصبحت في طرف،
فاعرف ان انت كده الحل بتاعك خلص، فهتحط بقى علامة التكامل اللي بيفضل معاك، وانا بحط سي زائد سي اللي هو الكونستنت بتاعك. فبس كده، ده هتجيب الواي في طرف والاكس في طرف. تعالى نحل المثال التاني ده معانا بالمرة كده قبل ما نقفل الفيديو. بقول لك واي داش بتساوي اي اس سالب واي في 2 اكس ناقص 4. طبعا اتفقنا ان احنا نوضح الواي في طرف والاكس في طرف، ماشي. الواي داش معناها دي واي على دي اكس، دي واي على دي اكس بتساوي اي اس سالب واي في 2 اكس ناقص 4. عايزين نوضح الاكس الطرف التاني ونجيب الواي الطرف ده، هيبقى معانا دي واي بتساوي اي اس سالب واي في 2 اكس ناقص 4 في دي اكس، ماشي. نودي بقى الاي سالب واي نوديه الجنب التاني هنا، طبعا هنا بسط هتنزل مقام، ماشي. هيبقى دي واي على اي اس سالب واي بتساوي 2 اكس ناقص 4 اهو كله اهو مضروب في دي اكس. عايزين نطلع دي فوق، يبقى نغير الشرط الاس، هيبقى اي اس موجب واي دي واي طبعا، ماشي، بتساوي 2 اكس ناقص 4 في دي اكس، تمام. دي بقى نجيب تكامل الطرفين، تكامل اهو عند التكامل اي اس واي دي واي بتساوي تكامل 2 اكس ناقص 4 للدي اكس. نيجي نكمل هنا، تكامل اي اس واي بي اس واي تمام بتساوي تكامل 2 اكس اكس تربيع، تكامل السالب 4 تبقى سالب 4 اكس. طبعا هننزل الكونستانت بتاعنا زائد سي. بس كده، دي الداله بتاعتك، الواي بقت في طرف والاكس بقت مع بعضين في طرف. طبعا احنا قادرين تاخد اكس عامل مشترك وحاجات دي تمام، بس مش هتفرق معاك، ممكن تسيب الماده السؤال زي ما هو كده وفي الاخر النتيجه صح معاك. بس كده. طبعا لو عايز تجيب الواي في طرف لوحديها، ممكن لو لقيت ده في الاختيارات تختار، وما لقيتوش هتعمل ايه؟ هتاخد لين. طبعا انت عارف ان لين بتنزل الاس، تعال نجربها. بيقول لك هتاخد لين للطرفين تمام، هتبقى معاك هنا لين الاي اس واي. طب تعالى نختصر خطوه، الواي هتنزل هنا، طبعا احنا عارفين من خصائص اللين ان بتنزل الاس قدامها، فيبقى واي لين اي دي اشتالت، ماشي. يا ربكم فهمت عملنا ايه فيها. بقت واي لين اي بتساوي لين القوس كله اكس تربيع ناقص 4 اكس زائد الكونستنت بتاعك اللي هو سي. لين الاي بواحد، بقت واي بتساوي لين الاكس تربيع ناقص 4 اكس زائد سي. بس دي كانت الناتج بتاعك. فوق كان عطيك واي داش تمام بتساوي دلال الواي في دلال الاكس، تحت انت جبت بقى الواي الاساسية تقعد بكام، تمام. ان شاء الله تكونوا استفدتوا من الفيديو، طبعا ما تنساش تشاركنا ورايك في التعليقات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.